بسم الله الرحمن الرحيم. اشرف طلعت معاكم. هنعمل انفو سيشن تاني عن كيس ستادي. اول كيس ستادي عايز اتكلم عليها هي كانت عباره عن ان انا بعمل 3 دي ليزر سكاننج از بيلت لمنطقه المترو في الخط الثالث لجامعه القاهره. والمشروع كان الاونر كان عباره عن الايجيبشن فرنش جي في سيفل وورك كايرو مترو لاين في 3 للشركه اتحاد الشركه المصريه لمترو الانفاق مع شركه فرنسيه فينسي الفرنسيه. والمشروع كان بصراحه فيري انترستنج وكان بيقدم سوليوشن كويس جدا عشان خاطر مجموعه الكلاشز اللي موجوده في السايت. المشروع كان عباره عن الستيشن سيتويشن اللي كان عندنا. كان عندنا محور الملك سلمان ده مالتي ستوري كوبري تحت الانشاء. المحور بيمشي في الاتجاه ده ويتعارض مع محور بلاء الدكرور في نزلات نازله من محور بلاء الدكرور كوبري بلاء الدكرور. وعندنا طريق الاسفلت الطريق العادي الهاي واي العادي. بعد كده عندنا المترو وبعد كده عندنا المنطقه بتاعه المترو الجديد اللي هو الخط الثالث. دي محطه مترو جامعه القاهره. لو عملنا زوم على المكان ده كونكشن موجود. المفروض ان دي عباره عن اعمده سبورتس بتاعه المترو لاين الجديد. فبالتالي عندي مين جيردر هنا ستيل مين جيردر المفروض ان هتركب ما بين هنا ومن هنا وما بين هنا وما بين الناحيه الثانيه. فده طبعا كان محتاج ان هو يتعمل له كيس ستادي ودراسه. الاوناش اللي هترفع المين جيردر هتقف ازاي والسبورتنج هيكون ازاي وعمليه التشغيل نفسها. فكان وجود كلاشز للموضوع ده كان محتاج ان احنا نحدد الكلاشز تترسم في 3D. وكمان الارتفاع ما بين الكوبري المالتي ستوري موجود ازاي، الكليرنس اللي مطلوب عشان خاطر طبقا للديزاين ما بين الكاميرا الستيل ما بين الطريق كان لازم يدرس كويس جدا، ما بين الجراوند الارض نفسها ما بين الارتفاعات المتعدده بالنسبه للطريق. فكان محتاجين جدا نعمل 3D موديل للاسبلت للاريا اللي موجوده. الفكره هنا كلها ان انا بعمل مسح ثلاثي الابعاد للمنطقه لدراسه التقاطعات ما بين المحاور المختلفه محور الملك سلمان وكوبري بولات دكرور بتفرعاته المختلفه. الفكره كلها المين اوبجكتيف عندي ان انا to model the crane location during the fixation of main steel girder that crosses the bridge and the road. ان المفروض ان انا بعمل ريفيت موديل عشان احط اماكن للاوناش بحيث انه يتم تركيب الكاميرات الرئيسيه اللي هي كروسنج الطريق عندي وبتكمل المشروع بتاعي مترو لاين لحد ما يدخل محطه جامعه القاهره. دي صور من الطبيعه. ده محور الملك سلمان مالتي ستوري. عندنا المبنى ده كان دايما حاجه من الحاجات اللي موجوده ان المبنى ده اصلا هيفضل معانا في الدراسه موجود او في التنفيذ موجود مش هيتشال. ودي السبورتس اللي عندي. دي صوره تانية لمحور الملك سلمان اهو، ودي تفريعه منه نازله في الاتجاه ده، ودي سبورتس بتاعه المترو لاين الجديده. دي صورة من الموقع. المهندس ايمن كان هو الدينامو المحرك للمشروع لانه احنا كان هو ماسك السيرفي في المشروع. المهندس محمد الصاوي التكنيكال السيرفي الليزر سكاننج معايا. احنا كان لازم نربط ك3 دي بالكوردينيت سيستم اللي هو كان موجود. هم كانوا عندهم نقط كنترول. احنا عملنا التارجتس بتاعتنا والتارجت اترفعت بالتوتال ستيشن عشان نربط ما بين 3 دي موديل بالنسبه لشغل المساحه اللي هو بيتعمل. ده شكل السكاننج. شكل السكاننج عندي ده محور الملك سلمان، ده المبنى القائم، ده الاعمده الخرسانيه بتاعت السبورت. ده شكل السكاننج بعد ما المنتج بتاعي بعد عمليه السكاننج. ده شوط مكمل هنا في الجزء الثاني. ده نازله من محور الملك سلمان. ده كوبري بولاء. ده كوبري بولاء واتعمل السكاننج بتاعه بعد الفجر عشان خاطر عندنا ترافيك عالي جدا في الاريا. ده نقدر نقول عليه شكل اليفيشن للمحور الملك سلمان بعد السكاننج والكوبري والسبورتس اللي عندي. كوبري بولاء الدكرور، كوبري بولاء الدكرور بتفريعاته، مركز شرطه بولاء الدكرور موجود في الناحيه الثانيه. بس احنا نقدر نعرض ده الريكاب موديل. نقدر نطلع من 3D موديل. ده شكل الداتا اللي عندي.
بس نبدأ نظبطها كده نتحرك بيها. دي شكل الداتا اللي موجودة. دي الداتا اللي عندي اللي بشتغل عليها. ده كده الداتا بعد الاسكاننج. لو انا جيت عملت زوم على الاريا يظهر الكواليتي ريزوليوشن بتاع البوينت بتاعي، السيركولر بتاع العمود. اتحركت شوية نقدر هنا برضو نظهر السيركولر بتاع العمود، شكل السبورتس بتاعت المحور، الملك سلمان. الدايرة دي طبعا بتمثل الوقفة بتاعتي. ده شكل الارض، دي ده الجراوند بتاعي، الارض بتاعتي. الريزوليوشن كان مناسب جدا لعملية الموديل. ده مبنى قائم برضو، حتى الواجهة بتاعته السكاننج بتاعها الريزوليوشن بتاعها كويس. دي منطقة ترابية برضو تفاصيلها ظاهرة، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها الليزر سكاننج، ان انا يعمل لي 3D موديل لأي حاجة عندي. دي عربية ظاهرة في السكاننج كانت موجودة في السايت. طبعا السايت سيفتي عالي هناك جدا، بتعمل سيفتي اندكشن وبتعمل تكشف في العيادة. لا شغل بروفيشنال بصورة كبيرة جدا. دي الأعمدة، ده مركز شرطة بولاق الدكرور، يعني شوية يمكن الكتابة مش ظاهرة هنا، وزارة الداخلية هنا مكتوب. ده الكوبري، الرامب بتاع كوبري، وده اتعمل بعد الفجر عشان خاطر الترافيك اللي عندي. كمان احنا نقدر نعرض الرياليتي، صور رياليتي نقدر نتحرك خلال الاسكانز. يعني مثلا لو ابتدينا نعرض الريال فيو، الرياليتي عندي دي الماب اللي عندي طبعا لكل الوقفات اللي موجودة، يعني نعرض جزء منها. ده شكل الداتا في الطبيعة، ده 360، ده تحت الكوبري. الداتا هنا الديتيلز موجودة طبعا. لو احنا هنبدأ نتحرك من مكان لمكان اقدر اتحرك. لو انا روحت للثري دي فيو لشكل الداتا، اقدر اتحرك لنقطة تانية داخل اللوكيشن. ده كده على مبنى السكني ده، رفعنا منه وخدنا منه شطات عشان نظهر الكليرنس هنا بصورة كبيرة، التقاطعات اللي موجودة الناحية التانية برضو. اقدر اتحرك مثلا هنا، ده سجل المدني وزارة الداخلية بولاق الدكرور. طبعا خدنا شطات كتير عشان نبين التفاصيل، بس بما يعني برضو ما يخليش الموضوع بصورة كبيرة لوس تايم. يدينا التيفيل دي تارجتس موجود عشان نعمل بها الريجستريشن، والتارجتس دي اترفعت بالتوتال ستيشن عشان نربط ما بين الكواردين سيستم اللي موجود في المشروع. دي التارجتس بصورة اوضح. ده لما دي برضو تارجتس موجودة عشان بنربط بيها الشغل.
دي تارجتس بره طبعا الاريا كبيره. دي اول سكان اتاخدت عشان نربط. على كل الاحوال الحمد لله الجوب كانت ناجحه وقضت الغرض منها وده شكل الموديل اللي اتعمل من الشركه الفرنسيه. اخدوا الداتا اتعمل لها موديلنج مظبوط من الداتا بتاعت البوينت كلاود وعملوا ديزاين للكرين اتعمل ازاي وفعلا المشروع اتنفذ. ده الكرين ده كان الديزاين وده بالنسبه للحقيقه ده التنفيذ اثناء التنفيذ. ودي الجيردرز اللي ركبت الحمد لله على المشروع وكان المشروع وده جزء من الجيردر اللي عدت الطريق تمام. وكان المشروع بالنسبه لنا يعتبر ريال موديل اتنفذ بيه ودي حاجه من الحاجات الحمد لله ان هي ايه ربنا وفقنا فيها. فدي كيس ستادي عن اول كيس ستادي عن الليزر سكاننج ازاي احنا درسنا الموضوع وازاي احنا حددنا الاسكان ونفذنا وعملنا الريجستريشن وظبطنا وسلمنا الداتا للكلاينت. شكرا جزيلا. كان معاكم اشرف طلعت ان شاء الله نلتقي في انفستيشن تاني عن بروجكت برضو من البروجكت العلامات الحاجات المميزة ان شاء الله اللي احنا نقدر ندرس فيها ازاي بندرس البوينت كلاود وازاي اهمية المشروع كبوينت كلاود وازاي بيحل مشاكل كتير بالتراديشنال ميثود مش هيكون عملي. المشروع ده خد سكاننج تقريبا يوم ونص يعني خدنا يوم كامل وخدنا تاني يوم الفجر وخدنا ريجستريشن بعدها وسلمنا الداتا على طول وكان حل عملي جدا عشان يتخذ قرار مهم جدا زي التركيب وعملية الديزاين للتركيب هتم ازاي والتشغيل. شكرا جزيلا وتحياتي.